يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وما كنتم، حياكم الله في يوم جديد من ايام المعسكر الصيفي السابع للاكاديميه الملكيه للشرطه. كعاده كل يوم تنطلق الحافلات من مختلف محافظات مملكه البحرين. احنا اليوم موجودين في اتحاد البحرين للسيارات الذي يعتبر اقدم اتحاد موجود في مملكه البحرين، حيث يعود بالتاسيس الى عام 1952. خلونا نشوف الفعاليه ونعرف شو اللي صار. مثل ما انتم عارفين مشاهدينا، شباب البحرين متعلق بشكل كبير بالسيارات، عشان كذي في عام 2002 حكومة البحرين اعلنت استضافة مملكة البحرين لسباقات الفورمولا 1، ومن عام 2004 اصبحت مملكة البحرين هي موطن رياضة السيارات في الشرق الاوسط. خلونا نشوف باقي المجموعات ونرجع نواصل. يعطيك العافية زميلي حمد، اليوم احنا موجودين في مركز الشرطة بالمحافظة الجنوبية. في هذه الفترة الصباحية انا وزميلاتي اللي هم المشاركات راح نقوم بزيارة هذا المركز وراح نتعرف عليه. خليكم معانا وشنو راح تتعلمون منه. عارفين في هذا المكان جيتي عشان تتعرفين عليه، شو استفديتي؟ دشينا عدة أقسام في المركز، يعني مثلا غرفة العمليات، شرطة المجتمع، البصمات. لما دشينا البصمات يعني قالوا لنا أن هي تنقسم لقسمين، قسم يهتم في مسرح الجريمة. طبعا مسرح الجريمة لها أدوات خاصة ولها يعني أشياء خاصة فيها. شو استفدتي من هالزيارة؟ استفدت شلون أتعامل معانا إذا صارتني مشكلة، شلون أتعامل، شلون آي وأي قسم أروح له، وإذا صارتني مشكلة أتصل وأعرف أي قسم، لأن إذا جيت هني ما بيكون صعب إني أتعرف على المكان. شو استفدتي؟ استفدنا إذا صارتني مشكلة ألجأ حق رجال الشرطة وأخبرهم عن المشكلة اللي حصلت لي وهم يحلونها لي. مشاهدينا خلينا ننتقل مع قسم الشباب ونشوف شو اللي صار معاهم. متواصلين مشاهدينا الكرام مع معسكر الصيف السابع للأكاديمية الملكية للشرطة. بعد الجزء النظري حان وقت الجزء العملي، خلونا نشوف الكارتينج مع المشاركين.
يعطيكم العافية. الله يعافيك. شلون السباق؟ حلو. شو مركزك طلع؟ ها؟ للحين ما تسابقت. للحين ما لعب. للحين. تقول سباق حلو. ها؟ عجبني السباق. توقع أي مركز تجيبه الحين بتلعب صح؟ أي مركز تجيب؟ إن شاء الله المركز الأول. واثق؟ واثق. لعبت من قبل كارتينج؟ لا. يعطيك العافية. الله يعافيك. لعبت والله للحين؟ للحين. من كم المركز تتوقع اللي تجيبه؟ يمكن ثالث أول ثاني. ستانس؟ إيه. عطوكم اليوم كلمني عن الفعاليات واليوم من الصبح وخدتم محاضرة كلمني بشكل عام عن الفعالية. عن شلون ندس بترول وشلون شنو نلبس شنو نستخدم بس. يعطيك العافية. الله يعافيك. أي مركز يب؟ الأول. أوه الأول يعني متلعب في التصفية الأخيرة. أكيد. زين عندك خبرة في الكارتينج ولا أول مرة تسوق؟ ثاني مرة. وين تسوق على ثاني هني؟ لا كويت أول مرة. أبنا يعني في يوم من الأيام تكون سائق محترف وتلعب على المستوى العالمي؟ مرة والله. شلون النفسية اليوم عقب هالنشاط الحلو؟ الصبح كان في محاضرات، العصر في سباق، شلون تشوف الفعالية بشكل عام؟ ممتازة الفعالية. استناشنا وايد فيها. شلون السباق النهائي؟ ايش ناوي عليه؟ مركز الأول إن شاء الله. كذي مشاهدينا نكون انهينا يوم اخر من ايام المعسكر الصيف السابع، يوم كان مليء بالسرعه والاثاره والنديه. باكر ان شاء الله يوم جديد في امان الله.